أهلا بكم مشاهدينا الكرام من تلفزيون دولة الكويت ومن خلال هذه الجولة الإخبارية. بهذه المناسبة المباركة يحضر معنا الآن في الاستديو للتحليل الأكاديمي المحلل السياسي الدكتور عايد المنع. مساء الخير دكتور. مساء الخير. مرحبا بكم. بداية دكتور، سمو الأمير حفظه الله مثل ما تعلم قد واكب العديد من المشرعين وأيضا العديد من المسؤولين وقد نهل منهم فنون الإدارة. برأيكم دكتور عايد، كيف أثر ذلك في شخصية سموه وأيضا في إدارته للبلاد؟ تحياتي لك أولا، والحقيقة نبارك للكويت بهذه المناسبة الطيبة، تولي صاحب السمو مقاليد الحكم، وهو الحقيقة يعني شخصية فذة بتواضعها بأخلاقها بقيمها الإنسانية الحقيقة. طبعا صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يعني تولى المنصب الرسمي كمحافظ لحوالي 1962، وأيامها يمكن كان عمره 25 سنة، واستمر بهذا المنصب إلى 1987 بهذا الحدود. بعدها تولى منصب وزير الداخلية. فأنت الجانبين، جانب أمني اجتماعي في تلك المرحلة اللي هي محافظة حولي، وأنا أعتقد أن الكل اللي جيلي على الأقل كانوا يعرفون أن مدينة حولي كانت قرية ثم أصبحت مدينة كبيرة. صحيح. وأيضا مكوناتها الاجتماعية مختلفة، لم تعد تقتصر على الكويتيين، بل أصبح الأغلبية من مواطنين الدول العربية وبالذات من الأشقاء الفلسطينيين في تلك المرحلة. شيخ نواف تعامل مع تلك الأوضاع، وأوضاع ليست سهلة الحقيقة، قوى سياسية وتنافر وإلى آخره، لكن تعامل مع هذه الأوضاع بالجانبين القانوني والقيمي الأخلاقي والشخصي، وبالتالي نجح بأن يوجد أمن واستقرار وهدوء. في نفس الوقت بدأت المنطقة تكبر وتتطور، وأصبحت حوالي اليوم كما نعلم يعني من أكبر من الكويت ومن أفضلها، لله الحمد والمنة. ثم انتقل معاليه في ذلك الوقت إلى وزارة الداخلية في 1978 بعد، لأنه كان الشيخ سعد أصبح وليا للعهد وبالتالي ورئيس الوزراء في ذلك الوقت. تولى الشيخ نواف قيادة وزارة الداخلية. لما نقول هذه الفترة أيضا كانت قلقة الحقيقة، يعني قلقة لماذا؟ في هذه المرحلة كانت زيارة الرئيس أنور السادات إلى فلسطين المحتلة وانعكاسات ذلك على المنطقة العربية من مقاطعة، والحقيقة احتجاجات جماهيرية مؤيدة ومعارضة، وعندنا بالكويت كانت الساحة بهذا الشكل وعلى الأقل كشاهد عيان يعني ملاحظ. صحيح. لتلك المرحلة الحقيقة الشيخ نواف في استطاع أن يعني يتجاوز المرحلة دون أن يعني يحدث أعمال عنف لا سمح الله وكذا وإلى آخره. نجح، وأركان وزارة الداخلية الحقيقة معه نجحوا يعني ضبطوا الأوضاع من جانبيها أيضا الأمني والإنساني والمخاطبة العقلانية وإلى آخره. طبعا ما تنسى أيضا أنه خلال تلك المرحلة من 78 إلى 88 اللي انتقل بعدها لوزارة الدفاع، هذه المرحلة هي مرحلة الحرب الإيرانية العراقية، وهذه مرحلة كانت من دق المراحل. صح. واخطرها الحقيقة، ولها انعكاسات فعلية داخل على النسيج الاجتماعي داخل الكويت، سواء بين الكويتيين أو غير الكويتيين الحقيقة. لذلك كان في هناك من هو باتجاه مساندة نظام صدام إلى حد ما من منطلقات عروبية، ومن هو باتجاه الآخر الحقيقة الجانب الإيراني، وقد يكون هناك أطراف يعني بين البينين، لكن الوضعية تتطلب الحقيقة حزم وأيضا عقلنة سياسية لمعالجة الموضوع. سوف نتحدث دكتور عايد حول امتزاج شخصية سمو حفظه الله الجانب الأمني وأيضا بالجانب المدني. نعم. لكن ديمقراطيا بلا شك بأن سمو حفظه الله قد عاشر فترة تأسيس الديمقراطية منذ بدء دولة الكويت. صح. تولدت لدى سموه العديد من القناعات، ونحن نتحدث هنا عن القناعة الإعلامية، القناعة بالحرية، وأيضا قناعته بالوحدة الوطنية. صح. كيف أثر ذلك؟ نعم، الحقيقة الشيخ نواف أن قلنا احنا تولى محافظة حوالي 1962، يعني تخيل في تلك المرحلة كانت مرحلة صياغة
الدستور الكويتي في 1962، صدر الدستور في 11/11/1962، يعني من شهر 8/61 إلى شهر 11/62 كانت المرحلة الصياغة وصدور الدستور. الرجل تولى المنصب، وبالتالي القوانين نابعة من الدستور أو مطابقة للدستور، مدخل في الدستور، وبالتالي عايش هذه المرحلة. ثم سار مع ذلك إلى طبعا السنوات اللاحقة، أيضا يعني حضر وشاهد أوضاع حل البرلمان فترات من الزمن، ومن ثم عودة الحياة البرلمانية، وحتى الحقيقة الخلافات التي حدثت بعد ذلك على هذا الجانب. لكن بقي المضمون الأساسي، تمسك الكويت بالجانب الديمقراطي والدستوري. الشيخ نواف عايش عمالقة في العمل السياسي، يعني وعمالقة متواضعين أيضا. الشيخ عبد الله سالم رحمة الله عليه اللي كان هو أبو الدستور الحقيقة، وأيضا الشيخ صباح السالم، هذا الرجل أيضا الطيب واللي يعني الناس تحبه وهو يستحق هذا المحبة، الشيخ جابر الأحمد صاحب الرؤى الاقتصادية، ومن ثم الشيخ أيضا الحقيقة سعد الذي عاش معه يعني خلال فترة تولي ولاية العهد ورئاسة الوزراء، وأيضا أبو الدبلوماسية وقائدها العالم الحقيقة وقائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. كل هؤلاء الحقيقة كانوا يصروا على التمسك بالدستور حتى في ظل الأوضاع المضطربة، كان الدستور لا حياد عنه. نعم. شيخ نواف دائما يتكلم عن هذا الجانب ويصر عليه، بل هو الحقيقة جاء نتيجة هذه الوضعية. يعني المادة الرابعة من الدستور، والأمير يعين ولي العهد خلال سنة من تولي الحكم، تولى أيضا قانون توارث الإمارة ينص على ذلك، وبالتالي هو جاء. ثم أن الأمير ينادى عليه أميرا، لكن لا يمارس صلاحية الدستورية إلا بعد أن يهدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، وقد فعل ذلك وشفنا أمام العالم، وهو الحقيقة يستقبل بحفاوة كبيرة من أعضاء البرلمان ومن الشعب الكويتي الفرح في وجوده. بالتالي نحن حقيقة دولة مؤسسات، ونقولها بكل اعتزاز، هذه أعطتنا قيمة كبيرة سياسيا، بالإضافة إلى الأعمال الطيبة والخيرة اللي تقوم فيها الكويت في كل أنحاء العالم. ولذلك الكويت دائما ينظر لها على أنها دولة الحكمة والعقلانية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام سيادة الدول، وأيضا اللجوء إلى الوسائل السلمية والعقلانية لحل أي خلافات أو منازعات. وشفنا الحقيقة النجاح اللي حققته الكويت في مسألة الخلاف الخليجي ومصر في جانب، والأشقاء في قطر في جانب. لذلك الكويت من لحظة الخلاف تحرك الله يرحم الشيخ صباح لحل الموضوع، وبعد وفاة الشيخ صباح تحرك الشيخ نواف ومعه طاقم وزارة الخارجية، مجلس الوزراء ووزارة الخارجية، أيضا هذا الشاب الرائع الشيخ أحمد الناصر محمد الصباح اللي يعني هو على خطى مدرسة الشيخ صباح الأحمد. الحديث معك دكتور عايد سوف يطول من خلال هذه الجولة الإخبارية، نتمنى أن تبقى معنا. إذن متواصلين معكم من خلال هذه النشرة الخاصة.